على بالي تحبوا قسنطينة وتحبوا الجسور المعلقة وتحبوا الجزية، ولكن القسنطينة فيها لافير واحدة أخرى. جبالكم الوكيل موبيلي، تابعوا معنا الفيديو. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل موبيلي، انتم اللي دائما تسناو في جديد عقاراتنا ليكيب. اليوم رانا في ولاية قسنطينة مدينة الجسور المعلقة، جبنا لكم عقار ولا اروع تحت المليار ليكيب، قطعة ارض بعقد ملكية ودفتر عقاري ورخصة بناء تاع ار بلس دو ليكيب. رانا في لوتيسمو الابطال، بلدية ابن باديس، دائرة عين عبيد، ولاية قسنطينة. قطعة على الارض قريبة الكامل لكوموديتي، وتتوفر على كل متطلبات الحياة فيها، الكهرباء والماء والغاز والانترنت ينقلوا فيها، معناتها شبكات كاملة لاحقين حتى القطعة على الارض وحتى لاسينيسمو ليكيب. عقار جميل وجميل جدا، اقل من مليار في ولفتوا هذه الفقرة معنا الوكيل الموبيلي. نوصيكم برك تابونيو كامل في صفحتنا على التواصل الاجتماعي باش يلحقكم جديد العقارات وتلحقكم لافير في مختلف الولايات. هاي ديك القطعة على الارض تاعنا اللي راهي تتربع على مساحة تاع 308 متر مربع كما نوري لكم صباعي. هذه هي حدود قطعة على الارض تاعنا ليكيب، عقار جميل وجميل جدا قريب الكامل لكوموديتي ليكيب، يتوفر على كل متطلبات الحياة. اون بليس دو سا منطقة عمرانية وسكنية وفلاحية ايضا، وقلنا بلي منطقة سكنية بامتياز. بالنسبة للسعر تاعها 700 مليون ليكيب قابل للتفاوض، تخيلوا 700 مليون نيغوسيابل، يعني تقريبا قريب 200 وشي للار ليكيب، ما تصيبوش هذا البري في اي مكان اخر. في من مدينه الجسور المعلقه لا فرجتكم مع الوكيل الموبيلي، ما عليكم غير تواصلوا مع صاحب العقار اللي تلقاو الرقم تاعو في التعليقات وفي الوصف مع الوكيل الموبيلي. دائما نجيب لكم لافير وين ما كانت. سلام.